أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ورح نبلش بهالصورة. يرجى عدم التفجير قرب المحل لأنه أكثر من نص البضاعة بالدين. وشكرا الحمد لله اللي أكثر من نص البضاعة في مطارح كلها بالدين. منتجوز بالدين، منعمل العرس بالدين، منخلف الولاد اون دين، المدارس اون دين، منخلق اون دين، وبلا ايدين وبلا اجرين. قالت له دخيلك انا ما بحب اشرب الكول يعني ويسكي وهيك. قال لا بهون شي اجريك. قالت له لا بيرتخوا وبينفشخوا. مشان هيك اليوم كلنا منحب نروح على ضيعة اسمها كفرشخنا، ما بقى في لزوم، صرنا كفرشخنا وين ما فشخنا. والحق أربعة علي وواحد عليك. لا تدين هالكعك من هالعجين. كل يلي سرقوني وعملوا هيك بسبب الرزق قديش بعلم الناس الحرام. خبي مخزنك عبك. حط ايده بعبه. قال لها ما في شيء. قالت له انزل انزل معي دفتر تشيكات بمضي. انزل برحلش. شو ما شفتوا اي وضع باي بلد اللي كنتوا بنوع خاص بالامه العربيه قولوا الحمد لله ونجينا من الاعظم. الحمد لله ونجينا من الاعظم بسببنا. هالبذره الشر نحن زرعناها. هذا هو الانفجار. في نوعين من الانفجار، في الفجر تشرق الشمس فيك أو من المغيب. وين بدك تغيب؟ شفتوا حدا غيري بكل هالأمة العربية بيقعد بتحط القاعدة على الأرض وبتفتح تمها؟ أنتوا شو القاعدة تبعكم؟ شو السبب؟ نادراً ما كانوا يرفوا عيوني. إلي أسبوع عم بيرفوا. شو السبب؟ شو زدتوا؟ ما رح أقول إسرائيل وأمريكا، جهلنا. شو رميوا بعرسال وبالضاحية؟ ليش بالضاحية عم بيصير انفجارات؟ شو السبب؟ أمريكا ما قدرت تلقطون للمجرمين، حمية حرامية يعني. ما نحن السبب. بتتذكروا قصة اثنين إخوة؟ قام واحد الصبح قال شو هالضاحية كلها؟ زفت على الحيطان وهيك وهيك. يه 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 يا حرام، مين زفت لكم؟ أنا بعرف شيء للزفت. اثنين إخوة. قال له انت زفت اول يوم، ثاني يوم شيل الزفت انا. فاذا السبب مش على السياسيين ولا على رجال الدين ولا علماء الدين ولا كل اللي عم بتشوفوه. 99.99 غلط بامه العرب بسببنا. جهل الجهلاء من تقصير العلماء. ما عم نحكي ابدا بالعلم وبالابداع. اتركوا ممنوع. مشان هيك شو ما شفتوا اليوم المأكولات كلها مضروبة، ما في شيء أورجانيك، كل الأورجانيك ما في عافية. فإذا كل مما يليك. في ناس عايشة على المي، في ناس أنا عشت فترة طويلة اليوم بس أكلت على خبز ومي. ما فيني إلكم، شفت الفرق. الفرق مش بس بالجسد، الفرق بالساجد يلي الجسد بقلب الساجد. الأفكار، النوايا، الإشارات اللي بتشوفوها. يعني لو بقى تسألوني جسدي ما بقى فيني ألف أرنبة بطاطا تيش ما بديهم. سألني واحد اليوم شو بدي أعمل تحبي المرتة؟ قلت له اقطشه خلي الجار للجار. سكرت يعني ما برد على هيك سؤالات. خلص بتقعدوا تقروا على موقع بيت الله كل الكتب عربي إنجليزي وبأي لغة اللي بدك إياها. كل الترجمات اللي عم تطلع من الكتب المترجمة كلها رجمة. ما فيني أقرأ أي شيء بتبعتوا لي لأنه المكنة عم بتترجم. صارت المكنة بخدمة المكنة. صرت أنت آلة. كنت آية آلة. You are a virus not a verse. مشان هيك ما بدي حدا يبعت لي شيء تقرأ أو يعلمني كيف بحكي أو كيف بلبس. بعتي لي تكت أجي أعلمك أنا شو. صرت أعرف أعمل بلوك وديليت a few seconds. خلاص. نعم في مؤامرة كبيرة وبنوع خاص على العرب والمسلمين. صرنا نعرف أوباما أسود أبيض مسيحي مسلم هوليوود سمايل ومثل ما عم بتشوفوا. وملك جمال أمريكا من الجنوب وملك جمال لبنان من الجنوب وملك جمال لبنان شو عم بيعمل للجيوب وتحت الجيوب. هيدي كلها بسببنا.
فإذا ما فيك تغير حدا، لا يغير الله ما بقوم حتى نغير ما بأنفسنا. كل واحد يهتم ببيته هو. أنا بأوسخ بنايه فيكن تشوفوها، وما فيني إلكن الجيران، وما فيني إلكن الضجة، وش عم بيصير بالليل. ومن يومين هيك جاني جنون، فت لعند الجيران اللي بيزعجوني وكسرت لهم كل شيء شايفته بالمدخل وهيك، وصرت صرخ 24 ساعة بيدقوا. حكيت الدرك قال لي في قانون بيضلوا يقدروا يدقوا للساعة 12 بالليل، من 12 للستة الصبح بدك تعملي دعوة للأمانة العامة بدأش بيقولوا. هيدا الدرك وهيدا القانون هيك ما بتشوفه برا أبدا. برا ممنوع السيارات المفحمة والمشحمة، ممنوع يحكي معك حدا وحاطط عوينات سود أو ماشي على الطريق بعوينات سود أو بسوق بعوينات سود. بيوقفوني كانوا من زمان العرب العربين النسوين، منبين حتى البخش عندهم هون. بدي اتصور أنا وياك، أي حق أنت بدك تشوفيني؟ أنا ما فيني شوفي. محمد ما قال هيك عن الحجاب أبدا، جيبولي شي كلمة. بحب حاور أنا عالم أو رجل دين، نتحاور أنا وياك على التلفزيون. قذافي كان يقول لي بيقدر يحورها ويغلبها مليون، اليوم في واحد بيدفع مليار، مين بيقدر يحورها؟ أنا عندي حوار من نور، أنت عندك حوار من نار. ما في علماءكم شر علماء منكم، تخرجوا الفتنة وإليكم تعود. مساجدكم عامرة في البنيان، خالية من الإنسان والإيمان. لن يبقى من الإسلام إلا اسمه بس، ومن القرآن إلا رسمه. بأربع مليون دولار اشتريت القرآن، والسرمية أنت باثناشر ألف دولار، وتياب الكلب بعشرين ألف دولار، بدلة بعشرين ألف، والمجاعة عندك. هيك عاشوا خلفائك، هيك قال الحبيب، هيك قالوا كل الأنبياء والمستنيرين. فإذا كل واحد يقول الحق علي والحق معي. هالانفجارات اللي عم بتصير بده يصير في أكبر وأعظم، صدوم وعمورة، كل من عليها فان. ننتبه يجي الموت هلا وياخذنا لوين رايحين. وتشكر كل اللي عم بيأذوك. قد ما في ناس حد بيأذوني خصوصي هول بيدقوا موسيقى، فكرت ليش أنا قاعدة بالحي؟ ودغري أخذت مطرح بميروبة. وقت اللي جاري بيكون شرب الخليل بدي يكون هالمختل؟ شكرتهم قلت لهم بسببكم بدي فل. لا خليكي يا طنط، خليكي هون. خلص ما بقى في حياة، راحت الأخلاق أصلا ما أنا موجودة. وقت الإنسان عنده ذرة من الأخلاق ما بتروح. إنما الأمم الأخلاق ما في. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. ما بتشوفوا هيدي بأمة العرب، بس برا في شرق غرب موجود. نعرف نطوي القانون بأمريكا، بكندا، بأستراليا، وين ما كان. واحد من أمريكا وأصله عربي وعراقي بدي يجي لعندي وهيك بدي يعمل تلفزيون، ما في أبدا دعايات، في خبر وكذا. قالوا له إذا بتشوف مريم نور يعني لا أنت ولا هي بضلهم. ممنوع يعرفوا حقيقة الإسلام. الفطرة هي، والمسيح أسلم الروح واهتزت الأكوان لتكن مشيئتك. فإذا لتكن مشيئتك كما يشاء، هل يشاء هي مع الله ومع الإنسان، هذا الجسر يلي بيجمعنا. ادعوني أستجيب، بفتح بدق. فإذا كل اللي عم بصير بأمة العرب وبلبنان وببيتك بسببك. كل واحد يقول الحق علي والحق معي. إذا أنا بتطلع في عيونك فيك أنت شو بشوف؟ مريم. كاتم عن الحق شيطان أخرس. بشكرهم يلي اليوم اجينا انتقاد وتصلح. دغري انه ما تعلي صوتك وتوطي صوتك، ما بعرف انت بعلي صوتي بوطي صوتي. المهم ما يعلوا التنوره ويوطوا التنوره، بتروح الفاتوره. اربع بنات امهم جبتهم واجيت قالت لي بيدرسوا بهالمدرسه بهالمدرسه، ما قدموا فحص اخر السنه. قلت لها ليه السبب؟ قالت لي راحوا على المحلات بالاشرفيه وجابوا تبرع للمدرسه. قلت لها كيف جبتوا التبرع؟ قالت لي نخينا هيك ومضيوا العربين وغير العربين تشيكات فاتحين بيوت. هاي المدارس صارت عم تعملها. طبعا بدنا مصاري، بتعرفي انت يعني اونون دي بير المسيح بزون وجبل 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 وجبل. كلنا باسم المسيح 5000 حرب باسم الصليبيه وباسم الاسلام والجهاد
كل يوم من آدم وحواء لليوم قايين وهابيل. فإذا ما فينا نغير حدا، كل واحد يغير نفسه، كل واحد. أنا يومياً بقرأ بكتب، ما بقى في نعيش مع ناس أبداً، هو مش ناس، هو مداس، ما بقى في ناس. ليه؟ فراداً أتيتم، فراداً تعيشون، وفراداً ترحلون. قال في واحد هو اسمه غريب، اسمه غريب، سترينجر. قبل ما مات قال له للأبونا ليك بدك تحط على قبري أني أنا سياسي صادق. قال له ما عليه، ما تحط اسمي أنا، I am a honest politician. حطوا هيك على القبر، مين ما مرق يقرأ هيك؟ strange strange، غريب غريب، إنه في شيء سياسي صادق. السياسة النجاسة والدناسة، مين بفوت بالسياسة؟ كل واحد بسيط وبهلة ومسطول وسخيف وخفيف. أنا بدي أعمل شيء، بدي أعمل حزب وغير لبنان في سبيل الحرية والكرامة، في سبيل إحياء الحق في الشعب، ولا كذا وده. ما بفهم عليهم أبدا. الوحيد اللي بفهم عليه هو بدون أي لقب، حسن نصر الله. بفهم كأنه عم بيحكيني أرمني، بقول يا ريت في مدارس بتعلم هاللغة. بس هيك الكتب يلي مريم بتاخد الألم بأمر وبتكتبون، بقراهن وبسكر فيهم. مش مريم عم تكتب، برجع بسمعهم وبرجع بقرا. وإذا ما عملت هيك بقتل حالي، بكون ميتة. هلأ هيدا دوري، ما بأهتم بالجسد أبدا. كل مما يليك، والعلم موجود والكتاب موجود خير جليس، بس عم نفتش على صديق. إذا التقينا حوالي 10 بلبنان أو بأمة العرب، ميتشو بيقول ما تتأملي أبداً، قبل 300 سنة ما حدا رح يفهم صفعة من كتبك، صفحة هيك. لأنه نحن بعاد عن الحقيقة وعن الفطرة. بتمنى نلاقي بيت بأمة العرب، بس نلاقي إنسان، المال متوفر وكل شيء، الصدقة بتجي للصادقين، نعيش مع الأطفال اللي عم بتموت مشوهة، معاقة، مع سرطانات وهالأشياء، لأنه عندهم البراءة. خليهم يموتوا بفرح، يعرفوا أنه ما في موت، هيدا الكتاب لإلهم. اليوم حطيت هيك أول صفحة ولزقت لهم ستيكرز كلهم، اسمه موت الموت. بعتوا لي كل شيء بتعرفوه عن الموت حتى نحطه. هلا بعده فاضي، خلال اسبوعين ثلاثة أربعة بيخلص الكتاب. والكتاب يلي اسمه استفتي قلبك على الموقع، حلو كتير. يعني كلنا عم نكتب، وكلنا عم نحكي من خلال مريم، وأنا بسمع من خلالكم، وكلنا نتكامل ونتواصل. بس بدي التواصل يلي مع علي، سيف علي، فصل وصل. إذا علم تشك السيف، قال له بخاف اقتلك لغضبي. وقت بيشك السيف، إن شاء الله سيف عليه يكون علينا كلنا، بيعمل فصل وصل، ما بقى ترجعوا على الدنيا خلص. بتفوتوا النقطة، وأنا النقطة قال بتفوت النقطة بالموجة والموجة بالمحيط، ما بيكون عم بيقتلك، عم بيوصله. لا بقى تروح تجي، لا بقى تروح وتجي. نميتكم ونحييكم، ما بدي موت وقيامي. الآن هو الزمان. If not now, when? If not you and me, who else? إذا مش أنتو أنا، هل أنا بتصير أنا كونية، مطل هي أنانية، استكبار بتصير استغفار. هلأ الدمار الشامل حول الكرة الأرضية كلها بسرعة، ولكن أكثر شيء على العرب وعلى النصارى. هلأ بدهم يبلشوا، هيدا قبطي، هيدا مسيحي، هيدا ماروني، هيدا هيك، هيدا هيك، بس لأنهم عرب. بس هلأ صارت سني شيعي، شيعي سني، سني سني. في أمريكا بعيتوا لنا سوشي، سنة شيعة. فإذا الانفجار بدي إياه بالداخل، inner explosion، ما بدي إياه خارجي، بدي إياه بالداخل. وكلنا فينا نلتقى بهالانفجار الداخلي مثل ما نكون شايفين. هودي سبع طبقات كلهم بيشبهوا بعضهم، ما فيك تفرق، ما إلهم وجه. الأوريجينال فيس لحوا جوا، ما بدي نيو لوك، ما بدي هيدا فيسبوك، ما بتعاطى ابدا فيهم. بس ايميل، اذا بيجيني ايميل منيح بجاوب. الايميلات ديليت وبلوك، ايدي واجري وراسي وكيف اللي جسدك عليك حق. في اسرار كثيره بتشوفوها عندي بالبيت،
ما بتنقال ولكن إشارات كبيرة، لأنه هالإشارات فينا كلنا، كل واحد منا من نور، كلنا نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق. الحمد لله بهالموجة اللي عم تجي هلأ هالضربات، صاروا هالجيل الجديد ما بيحكي طائفية أبدا، صاروا محمد وعلي ومارون مع بعضهم، ما بيعرفوا شو دينك. إذا بسوريا سألك شو دينك بيروح على الحبس، يعني شو دينك بيسألوني، بقول لهم الحمد لله ما عندي دين. الدين هو المعاملة، هو التدين، the religiousness، هو ياهو، مش الله كاسم فعل واسم وصفة وسر ما بينقال. الوردة إذا بتقول لها أنت وردة زغرطة، يعني علم آدم الأسماء لأنه عملنا بلبلة ببرج بابل، وهلأ ما حدا فهم بلال بدنا برج بابل، مين عنده أعلى برج؟ إنسان السخيف بده أبراج، بده سيارات مفحمة ومشحمة ومدري شو هيك ومدري شو هيك، وأنا قل عيلة قل مدري شو قل قلقلة وعنعنة. شو اسمك؟ واحد اسم واحد بس، لو قدرت أخذ باسبور بكلمة مريم أخذته، بس مريم نور، مر ويم ونور سبع أحرف، وما ضروري يعني وقت بشوف المرة بتحمل اسم جوزة، اسمي واسم جوزة، ليش هو ما بدي يحمل اسمك؟ شيلوا كل هالاسماء، احملي الاسم اللي بدك اياه، بتوقفي كم دقيقه بامريكا بتغيري الاسم بتدفعي وبتمشي. You are not your name، انت مش اسمك، انت فعلك وعندك عدد بس، ومنك جسد. وانا مني مره ولا انا رجال، هيدا الجسد هيك، تاني جسد 50-50. بس العرب ما بيقروا، ما بنكبر الا بالعمر مش بالنمو. اللي ما عنده كبير يشتري كبير، بس بنكبر من خطير، يعني من الطبيعي انك تخطير، بس فوق الطبيعه انك تكبر. الحيوانات ما عندها اياها، الحيوانات ما عندها قيم فاليو، الانسان وحده اخذ هالقيمه ايفالويشن حطها بالانسان. مشان هيك الله مش قاعد فوق شخصيه عم بيراقبنا على ورقه التوت، الله ما عنده خطية وما عنده مزلة وما عنده كل خطية خطوة من الضالين. نعم، لأنه كلمة ضال حلوة كتير، أطيب شوربة وأطيب مشروب بالهند، إذا ما ضيعت ما بتلتقى. قالت له روح نام بقى، صرت عامل هالاختبار 200 مرة وما ضوت هاللمبة، قال صرت أعرف 200 طريق مسدودة، وضوت اللمبة وعمرته. قال لك ضوت، قالت له طفية بديني، راح عند أمه طفية بديني، قال يا ريتني كون سنجري تاني مرة. هيك قال أينشتاين وإديسون وكل العلماء، سنجري أحلى على القليل، بيعرف يمشي المجارير. والفلاح لو ما في فلاح ما في ملك، منين بتاكل إذا ما زرع؟ فإذا اليوم نرجع نتذكر، انتبهوا الانفجارات اللي عم بتصير كلها بسببنا، وهالدين بيخلق نحن أولادنا كلنا بسببنا هيدا الدين. انتبهوا، قد بساطك مد إجرين، مثل بتطلع يعملي ويندو شوبينج، أنا بدي هالسرمية عندي، ما بعرف كم سنة إلها هالسرمية بإجري، وهلأ عندي طريق جديدة، هيك بدي أعيش بأبسط شيء بقدر عليه، مش عن كبت أبداً. مثل إمام علي، جوزتك وطلقتك بثلاثة، جسد فكر روح، مش عن كبت، عن شبع، لو الفقر رجل لقتلته، مش عن جوع، شبعت. بأموالك فيك تشتري أحلى فرشة، فيك تشتري النعس، تشتري دواء، تشتري شفاء، تشتري راحة، تشتري فرح. انتبهوا، المال وسيلة وسيولة إذا أنت بتعرف تتصرف فيها، بس للأسف المال هو عم بيصرفنا، الشيطان عم بيغلبنا، إلا عبادك الصالحين. بتلاقيه قاعد مع مرته وقاعد مع صاحبته وقاعد معي، بس كيف بده يشك هالهوت دوغ بالواوا، بس هو عم يشك الهوت دوغ بالواوا، بصير يفكر برجع بيشك برجع يفكر، وما بده يروح بده يشك بتجيب مصاري أكثر بده يعمل هذي أكثر، هو عم بيموت بيقول لا عرفت عيش ولا عم بعرف موت. هيدا إذا فهم. جاكلين كينيدي أنا حكيت قبل ما ماتت بكم يوم،
قالت لي it's too late. قلت لها never too late to tell the truth to yourself. وين راحوا بيت كندي؟ وين راحوا بيت الصلح؟ أنا ما فيني أنسى أختك، شو عم تعملي؟ انهز إيدي. أي مؤسسات إنسانية بتمنى إنك تكون الوليد بن طلال هالروتانا، يعني أنا تور فوت بعلم غار التور بكل محطاتك المنحطة ما فيها حضرة، كلكم مؤامرة هي فاتت فيكم بس هيك، وتصدق حالك. نعم، كل الحرام بيروح هو وصاحبه، والحلال عم بيروح، ما في شيء حلال بقى. الحلال يلي انت بتعمله يوميا لنفسي، لأم الأرض، لحسن الخاتمة، للمقبرة، لآخرتي. مشان هيك بتمنى بس عم نفتش على إنسان هلا، مثل ديوجين حامل قنديلي وعم فتش. احنا اثنين ان شاء الله رح نكون اثنين ونص بس ارجع من الهند، هذا اذا رجعنا واذا عشنا بهاللحظة. واثنين ونص في أرض وفي مال وفي كل شيء نقدر نبني بدون ما يكون فيها مال المدينة الفاضلة، لأنه بعدين منوصل إلى المستوى يا أمير المؤمنين تفتح خزين والخزنة وبتشيل. هيك أنا عشت مع ناس تفتحوا الجرور وياخدوا مصاري كلنا. وأنا وقت فتحت بيت سما سنتر بأمريكا، برا في صينية مش تحطي بيها، بتاخدي وبتشيلي وبتحطي، ما حدا شايفك. ولا مرة رجعنا وعرينا وكانوا يعرفوا إنه هالمرة مميزة بهالحي، صحيح مسلمة وعرب وإسلام. قلت لهم الأمريكان عم بيجوا بتعالجوا عندي، مش العرب والإسلام عندهم إياها. فإذا انتبهوا، بدنا الانفجار الداخلي يلي هو بيسكت الانفجار الخارجي. نلغي كل الديانات، كل الطوائف، كل الشرائع، كل الطرق، كل إنسان عنده طريقة. بين كل نفس ونفس خالق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. Every breath is a path. ما حدا مثل التاني، ما في بصمة مثل التاني. هل عم بيطفوا العدسة؟ شو ما عمل العلم محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. بدنا نغير النوايا، ما حدا بيقدر يفوت بالنوايا. إنما الأعمال وبالنيات ولكل امرئ ما نوى. نقعد نقرأ كلنا الكتاب خير جليس موجود، ما عندك عذر. كل واحد منا يقول شو عملت لنفسي، ما حدا بيحبني إلا جسدي هو بفوت معي على القبر. فإذا شو بدي طعمي أمي الأرض؟ أي جسد؟ انتبهوا. إذا القليل ما قدرتوا تحموا هالأمانة هاي، الله بياخد الأمانة الأكبر منكم، ما بتستاهلوا. قال المسيح ما ترموا مجوهراتكم للخنازير. هلا عم بيقولوا الخنزير احلى من البشر، من اذكى الحيوانات. والفيل وقت اللي كان صغير ربطوه بالشجره، كبر كبر كبر، ولا مره شد بالشجره تيقبعها، وصار كبير وضل مفكر حاله لليوم انه ما بيقدر يقبع الشجره. تشفر من هو وصغير. النمله بتفوت على دانته للفيل بتقتله. في سر كبير بالبيئة اسمه إيكو، إيكولوجي. البيئة كلها متواصلة مع بعضها، وما بيأذوا الإنسان إلا إذا الإنسان بده يأذيه. هلأ الإيكولوجي صارت إن الإنسان إيجو بيستكبر، وأنا سيد الكائنات ومدري شو هيك. والإمام علي بكي لما النملة قالت له بدي تشك عليك، دعست لي على جانحي. كان يتناغم، وستنا عائشة كانت تفهم عليهم. كل الأطفال والطبيعة بتحكي أربعة جيستشرز بيسموهم أصوات. الإنسان لا إله إلا الله، بس هو للإسلام. الحمد لله بهالدمار الشامل إن شاء الله ما بيعود في مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، كريشنا، مرشنا، رجال، مرأة، إنسان، أبراج كلها بدها توقع. هيدا جرب العرب يا رطيب، تعال شوفوا بالأشرفية وأشرفيك. انتبهوا على لمرته،
اشتريتي سيارة وليه؟ قالت له ايه؟ قال لي بشرفي، قالت له لكن مصريتك. اليوم المرأة المنة شارمانت منة على الموضة يعني. مش بس هي وولادها وجوزها والصغار والكبار وكله. بس اعملي انت صدقك علنا، ما تنطري شو بيقولوا الناس، ما تسمعي لهم. بدك مثل ما بتحسي. بس ما نكون كذابين، المرأة بتبقى كريستيان بوزيشن، بتعرفوا كيف؟ جوزها معه وهي عم بتفكر امتى بدي اطرش هالسقف. بس لأنه بي ولادها يعني العطسة. بتتذكروا يلي راح بكير هيك وما خليها توع على مرته، دور السيارة وبعد السمكة وراح تيتصيد، لقى عواصف بالبحر ومش خرج الصيد ولا شيء أبدا. قال يا الله برجع على البيت. رجع وقف السيارة على مهله أحسن ما يوعيها وكله وكله، وجاني محدا وقال له بس العواصف قوية كتير على البحر. قالت له مشان هيك جوز البهلي راح يتصيد. حتى الصوت ما بقى حدا يعرف، الشكل ما بقى انت عارف. حس جوزه هيك، مين منكم مرتي؟ تلحقني على البيت. ما كلهم بيشبهوا بعضهم. المختار عندنا بالاشرفيه ما بده صوره تيعمل لك باسبور، بيخزق صوره من اي مجله بيختمها على الورق وهيدا هو الباسبور.